سيداتي أنستي، إليكم بعض المقاطع من الحوار الذي دار بين الفنان الأجنبي الوطني الجبني الزبدي هادي مخلوف وحضرة المسؤول الفظيع. حضرة الفنان هادي باصر مخلوف، ما كان رد المسؤول الفظيع بالنسبة لموضوع الخصخصة والتعيينات والدائرة الواحدة؟ وما كانت أبرز النقاط التي تطرق إليها المسؤول بالنسبة لموضوع البيئي من كسرات وتلوث الجو؟ أها، وأخيرا، ما كان تعليقه على موضوع الفلسطينيين في المخيمات والتوطين؟ شكرا، نشكركم على هذا التوضيح الفظيع وشكرا. للكتائب للقوات للخليه والقوميه للاحرار والشيوعيه الاشتراكيه ولامل ولحب الله ولاسرائيل ولسوريا ولمصر والعراق والاردن وتركيا ولقبرص واليونان والليبيه والماضيه لروسيا ولامريكا العدنيه وعشر ود والمحبين والمبغضين. الكل عم تفكروا كيف الحل؟ والله اسمعوا شو رح اقول حسيفه ترى بابا عدو لا 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 كل ترى كهرباء لبنان الغد الحشا أبا حشا واواوي حبل الزبالة حبل الزبالة شاكو يفي كيكي محرمة دبا بكفن يشي بوحدة مصاري لا يا ويوي حبل ويوي اللي شو حد لبنان الغد بحد منه حرشي دان دون دين دان دا ألي على راتي حمد مات اقتصاد بلد شو راجع اقتصاد بلد تكسر رجلي هون يا قلب مش بين كيام انسحاب ما اروع انت ما اروع انت انسحاب انت بابا شابا شابا بابا كلها انا ولد يولا ولدي تاريخ بلد سياحي ازيك يا سوسو خدك عاوز بوس ازيك يا سوسو خدك عاوز بوس عمرك لسه صغير يا نوسو يا نوسو يا نوسو يا نوسو يا نوسو بدون يعرفوا القصة ولو حتى من نص بدون يعرفوا القصة ولو حتى من نص شوفي بيني وبينك كيف دغري بيحوسوا بيك عم يسأل عني التاري خايف مني بيك عم يسأل عني التاري خايف مني شو عم بعمل مع بنسو بعت لي جاسوسو ما بيمنه على رجالي والله ما حد انا قالوا لي هرجع لي يا وشي وراح حقلي